استجابتهم كانت عجيبة جدا. ولو فكرنا وقلنا يا رب انت يعني غيرت كده الخطة بتاعتك بسرعة، ليه يا رب يعني قبلتهم كده، هنلاقي الحقيقة استجابة كانت فورية لنداء يونان. احنا احيانا نستجيب لعمل الله وصوته انما متأخر، بدليل يونان ما هو ما استجابش، يونان قال لأ صريحة، وده اللي احنا يعني كتير مننا بيقع فيه. فيونان قال لأ صريحة وهرب، هم ما هربوش، هم ما قالوش لأ، قالوا انت مين، ما قالوش انت مين، طب تعال لنا بكرة، طب استنى علينا يومين، ما قالش طب ما احنا لسه قدامنا 40 يوم يعني على الاخر نتوب، لأ ده فوريا. اول حاجة نتعلمها من اهلنا والاستجابة السريعة لنداءات الله إلينا في التوبة. عارفين الأنبا أنطونيوس لسه كل يعني آخر يناير بنحتفل بنيحته، أنبا أنطونيوس سمع كلمة استجاب، أترك إن أردت أن تكون كاملا أترك كل ما لك، يا الحال أنا ده الكلمة دي لي أنا. وهل الله بيبطل إن هو يبعت لنا رسائل توبة مثلا أو رسائل تصحيح مساراتنا؟ يا خرابي، ده احنا كل واحد فينا في هذا العصر بيسمع صوت ربنا بأشكال مختلفة، على الأقل على مستوى الوصية وعلى مستوى التوبة كل يوم. ده احنا بنصلي الكلام بنقوله كده هوت واحنا مطنشين أو احنا هربانين أو احنا ما احناش فاهمين. ده احنا حنا بقى أصعب من نينوى وأصعب من يونان. إنما أهل نينوى كان استجابة سريعة جدا لنداءات الله والعمل الله.